السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات غادي نفصل معكم واحد المخده صغيره، كنحطوها فوق الكادري او اي بلاصه. المهم مخده ديال الديكور، ان شاء الله تعجبكم. ومرحبا بكم الاصدقاء ديالي القدم، الجداد اللي راه يدخلوا معايا جداد ان شاء الله. وشكرا لكم على التعليق ديالكم وعلى لي لايك ديالكم، ومرحبا بكم مره اخرى. هاد المخده البنات اللي وجدت قطعتها من قبل، غنقول لكم شحال فيها. فيها 50 سنتيم على 50 سنتيم. تنهضر على هاد الوجه الفوقاني. الوجه التحتاني اللي هو هذا غادي يكون غادي يتقسم على جوج طروفه، هو هذا البنات، حيت لان هذا ديك تسمى غير الغشه ديال المخده. هذا ما فيهش داك القياس، فيه من طبيعه الحال فيه هنايا 50 سنتيم، هي هادي. وهنايا غادي تكون فيه، غادي يكون في هذه الجهه الاخرى غادي يكون فيه 38 سنتيم في النص، يعني فايت فايت الاخر ب 13 سنتيم تقريبا. علاش البنات؟ لان هذا غادي نديروا ليه بحال هكذا، غنديروا ليه بحال هكذا لهذا الطرف انتما كتشوفوا، وغادي نطويوه هكذا، غنطوي فيه ديك 6 سنتيم، و 6 سنتيم اللي بقات اخرى او 7 سنتيم غادي تكون باش تكروازي المخده بحال هكا، باش درك. كنديروا ليه بحال هكذا هانتوما كتشوفوا، كنطوي عاوتاني هذا 6 سنتيم، كيجي واحد فوق من واحد هكذا، باش الا دخلنا المخده البنات لداخل هنايا راه ما كتبانش، تتكون مكروازيه كما كتشوفوا نتوما بحال هكذا. هنا كنديروا يا اما سكراتش او كنديروا الصديفه. السكراتش هو داك الناس اللي ما كيعرفوش، هو داك اللي كيكون بحال في اي بلاصه كتسد بحال السبرديله او شي حاجه بحال هكا، هو هذاك. ودابا غادي نبدا معكم البنات كيفاش غادي نديرو. غادي نحيدو هاد الطرف دابا بحال هكا، غادي نديرو لهاد الطرف تنطويوه الطول ديالو، لنا بحال الطول ديالو بحال العرض ديالو، لان المخده خصها تجي مربعه كما كتعرفوا. كناخدو هاد الطرف البنات بحال هكذا، كنشوفو داك اللي شاط لينا هو هذا، كنقسموه على جوج، في 12 و 13 سنتيم كتقسم على جوج بحال هكذا، هي هادي. كناخذ الفنيتات باش ما كروازينا هكذا، كروازيتو مزيان، لانما الا درنا مخده راه ما كتحلش وكتبان لينا. كنديروا ليه هكذا الفنيتات كله، او كنبلوه بحال 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 هكذا، كنحيدوا هذا، كنديروا الاخر بحال هذا بحال بحال، غير كنحاولوا نطويو لداخل، ما تنطويوش على برا كما كتشوفوا. كنطوعوا ثاني هذا على برا على قياس هذا كما كتشوفوا معايا، انا وجدت معكم هذا الطرف من الاول باش ما يجيش الفيديو كما كنقول لكم دائما طويل. كناخذوا هادو كنحطوهم ابار هاد الجهه، كناخذوا هادو لان هاد المخده البنات غادي نديرو ليها فريفرات دايرين هكذا من الجنب باش ما زيناها. هادو البنات هاد المخدات كيجيو زوينين في بيت النعاس، بالخصوص فاش كيجيو زوينين، او بيت الدراري الا بغيناهم نديروهم بيت الدراري، كنديرو في اللوان ديال البنيات او ديال الوليدات، وكنزينو بهم سميتو. وهاد الطريف اللي درت فصلتو من قبل وصلحتو باش يجي يجيني في الخدمه ساهل، فيه 12 سنتيم، الا طويناها كتعطينا 6 سنتيم، 12 سنتيم اللي هي هادي. كنشدوها كنبلو بحال هكذا باش نديرو لي فرونس، كما عودتكم دائما كنقول لكم لي فرونس كي كيكونوا بحال هكا، كنهزو شويه كنطلقو شويه كما كتشوفوا بحال هكذا، كناخدو شويه كنطلقو شويه هكذا. خليت انا غير شويه من هنا لهنا باش نوريكم كيفاش، وانا راه وجدت معكم قبل، وجدت قبل غير وريتكم دابا هنايا كيفاش غادي ديروا. ملي صوبناها البنات كناخذوا هذا الخيط اللي صوبنا، ووجدت مع وجدت واحد البابيون باش غادي نزينوها اللي هي هذه، كنزينوها من القد كتجي زوينه البنات. دابا تشوفوا الا كملات. غناخذ الجهه اللي فيها الراس ديال الخيط في الجنب اللي هو هذا كما كيبان لكم، كنجبدوه بحال هكذا، هو راه خرجتو وما كنحيش الخيط من الجراره، كنخلي الخيط في سميتو في البوبينه، وكنجر بشويه بشويه حتى تنقد مزيان لي فرونس ديالي بحال هكذا البنات.
وكتجرو غير بشويه باش الخيط الا تجبد باش ما يتخبل ليكم، وحتى لي فرونس ما تتخسرش ديك الحاشيه. كنجرو القدر اللي بغينا بحال هكذا او اكثر. هنا البنات راه الا كنتو غادي ديروا باش تعرفوا هاد البنده شحال يخصكم، راه هنا فيه 50 هنا و 50 هنا هي متر، و 50 هنا و 50 هنا هي 2 متر، في المخده كلها دايره. الا بغيتوا تقطعوا لها هاد الفريفات اللي غيكفيوها راه كديروا البنات 4 متر الدوبل دائما بحال كما كنديروا في لي غيدو. راه مازال غادي ندير معكم شي درس عليه. وكنشدوا بحال هكذا كنقادوا لي فرونس ديالنا كما كتشوفوا هكذا بحال هكذا، كنبقاو نديرو بحال هكذا كنجبدوهم غير بشويه باش يتشتتوا لينا غير بشويه هكا كيتقادوا مزيان. الا ما بغيناش يعذبونا ولا شي حاجه راه كنديروا هاد التنبال جوج مرات، كندير لي سباس ديال سنتيم وكندير واحد اخر. كنجي البنات للجنب لهنا كنشد هذا الطريف دابا اللي كاين هنايا كنطويه جوج مرات هكذا باش ما نديرو فيه لا خياطه لا شي حاجه، كيتطوى جوج مرات بحال هكذا. كنحيد غير هذا وكنخلي هذا مع هذا ما كنقطعوش كنخليه. كنجي البنات لهنا لقنت كما كتشوفوا كنخلي سنتيم ونص تقريبا وكنبل لي فرونس ديالي. ملي كنبلهم غير كنزكيهم بحال هكذا، كنحاول نشدو مع شي بلاصه بحال هنايا بحال هكذا كما كتشوفوا، كنحاول نقاد شويه بشويه. غنحل لكم هنا باش يبان لكم، كنحلو هنايا شويه بشويه البنات هانتوما حتى كنقادو. حاولوا ما يدخلوش هذوك هذاك لي فرونس ما يدخلوش للداخل وكنبلو. غادي نبل معكم واحد الجهه حتى تشوفوها وغير التركيز. بزاف البنات تيقولوا لي التعليق ما عنديش ما بغاش تدخل ليا الفصاله كتبغي او الخياطه كتبغي غير يكون الخاطر وتكون عندك الموهبه. الا عندك الخاطر راه غتكون عندك الموهبه راه غتعلمي بحال هكذا. كنديرو غير كنكملو هاد شويه كنجرو شويه عاوتاني لهاد الجيه بحال هكذا. وغنبقاو نخدمو بحال هكذا حتى للخر حتى الدوره كندورو عاوتاني في الدوره كتجي الدوره حتى لهنا. بقاو معايا حتى الاخر. ملي كنوصلوا البنات هنا وصلنا الراس منين بدينا كناخذو حتى هذا كنطويوه على الجهه على شطوينا هذا وكنحطوه هكذا نجيبوه للقنت كما درنا في الاول. كنبلو هكذا حتى نوصلو هاد القنيت كما كتشوفوا. كنجيبو هذا كنلاقيوه مع هذا بحال هكذا. نحاولو نجبدو لي فرونس شويه هنا. كنكون وصلنا القنت الاخر منين بدينا فين وصلنا دابا. كنعاودو شحال من خطره باش ما يتحل.
باش الا غادي نبلو عليه الطرف الاخرين تيكون البنات بحال هكذا. الا تصلح الا صلحناه تيكون بحال هكذا. وكنشدوه من هنا غادي نشدوه مازال بشويه ديال الخيط باش تيجي مسدود بحال هكذا. وهانتوما معايا كناخذوا هذا المخده. دابا كنحطوا هذا الوجه ديال المخده هو هذا كما كتشوفوا هو هذا. كنحطوا عليها هادو كنحطوهم لهنا وهادو لهنا بعد ما نكونوا طويناهم من هذه الجهه. دابا اللي وصلنا هو هذا. خصنا نبلوه من هنا ونبلوه من الجهه الاخرى ونرجع معكم. بعد ما نبلناهم البنات من هنا نبلنا هذه الطرفه من هنا وهذا الاخر. كنهزوا دابا هذه المخده ديالنا الوجه ديال المخده بحال هكذا هي هذه. كنحطوها بحال هكذا البنات. كنهزوا تنديروا الوجه على الوجه بحال هكذا. الوجه ديال الثوب على الوجه ديال الثوب كما كتشوفوا هو هذا. كنهزوا الطرف الاخر اللي هو هذا. كنديروا عاوتاني الوجه على الوجه. كنحاولوا نقادوه مزيان بحال هكذا. وكنشدوها البنات بالفنيتات مزيان بحال هكذا حتى كنقادوه. كناخذوا هذا مع هذا كنشدوه بهاد الفنيتات اللي نيت فيه هادو اللي كنحيدو. وكنشدو هاد الطرف كله خصو يتشد من الفوق حتى لتحت باش يولي لنا نلصقوه بالفنيتات باش يولي طرف واحد باش الا كنخدموه ما نديرونجو ما حتى حاجه. نحاول ندير فنيتات اخرين. غير حاولوا ما تشدوش مع الطرف التحتاني حتى تشدوه بحال هكذا البنات. ملي كنشدوه بحال هكذا ياك كنبلوه من هنايا من هاد الجهه من جهات كاملين كلهم حتى كنبلوه كامل تنبل كله داير وكيتخيط بالماكينه. وعاده كنقلبوا المخده. غادي نبلو دابا وملي كنديروا لي فرونس بحال هكا البنات وجينا لهاد القنت اللي بحال هادي لهاد الكوان كنجمعوا بزاف ديال لي فرونس. كنديروهم هنا تنكمشوا هنا بزاف باش الا جاب الله قلبناه بحال هكذا كيجينا هاد الفريفره ما كتعوج من حتى حاجه كتجي دايره هي هذيك. كنبداو دابا التنبال ديالنا البنات تنبداو من هاد القنت بحال كما كتشوفوا بحال هكذا. ملي كنوصلوا هاد الوسط كنحاولوا نشوفوا نديروا بحال هكذا ونجبدوا لان الثوب ما مسرحش مزيان. كنحاولوا نشوفوا ياك ما فايت واحد الاخر بحال دابا هذا راه فايت ليا هنايا هو كبير. ولكن ملي كنوصل هنا راه كنشد هنا بالفنيتات وكندخل كنعاود ثاني كنشد هذا كنفوت واحد على واحد باش يجيني مقاد. الا جاكم صعيب ديروا الفنيتات عاده كتنبلوا بحال هكذا غيجيكم ساهل. كنهضر على البنات اللي مبتدئات. كنوصل دابا بحال هنايا كنوقف وكنحاول نشد هنا من الجناب. كنشد الخده ديالي من هاد الجنب الاخر باش الا كان شي حاجه فايته نردها باش نكروازيه في الوسط. كنشدو بحال هكذا بالفنيت كما كتشوفوا هانتوما كتشوفوا هنا ما مكروازيش مزيان. كنحل ديك الفنيته اللي درت في الاول كنجر هذا مزيان كما كتشوفوا وكنكروازي عليه هذا حتى كيجيني هو هذاك. وكنشدو بالفنيته وكنكمل الخدمه ديالي كنكمل حتى الجهه الاخرى هكذاك اللي كندير ليها باش كتجينا المخده ديالنا مخدومه متقونه وما فيها لا ديف ولا حتى شي حاجه. وصدقوني البنات هاد المخدات كيجيو زوينين وسهلين اي واحد غادي يخدمهم واخا ما يكونش حريفي. الا تبع هاد الخطوات اللي قلت لكم اي واحد واخا ما يكون حريفي واخا ما تكونش كاع السيده كتخيط او عندها مع الخياطه راه غادي تبع هاد الخطوات راه غادي تخيطها غتجي مخده زوينه. وغنبل دابا من هنا وغنبل كله داير وبقاو معايا حتى الاخر وهانتوما معايا. بعد ما خيطنا البنات المخده ديالنا
كنقلبوها وكنصلحوها من الجناب، كنصلح لها كلشي. هاد الفريفرات، هذا دابا هو الوجه ديال المخده، وهذا هو الداخل، هو الوجه الاخر. هنا كنحلو الجوه ديال المخده ديالنا وكنحطو المخده هنايا. هنا كنديروها اما سكراتش كما قلت لكم، او جوج صديفات او ثلاثه صديفات. هنا اللي بقى لينا البنات دابا هو غادي نزينوها بشي حاجه، اللي هي هاد البابي اللي وريت لكم من قبل، اللي كنت صوبتها من الاول. من بعد غادي نصوبها معكم في شي فيديو اخر كيفاش نديروا ليهم. هذه البنات ما جمعناهاش من الجناب حتى شي حاجه، لان هذه الاورغانزا. الاورغانزا البنات غير كنصوبوها، كنشمعوها من هنا، كنشمعوها بالعافيه من هنايا، وكتبقى ديكور ديالها زوين. من بعد ندير معكم شي فيديو نوريكم كيفاش تصوبوا بحال هادو. كنجيو لهاد القنت وكنحطو في هاد البابيون ديالنا وكنخيطوها بحال هكا. فيما عجبكم كتحطوها، غير هي كتجي في هاد القنت هي فاش كتجي زوينه كما كتشوفوا. اللي بغى كيديرها بهكذا، اولا كيديرها بهكذا بجد، يعني المهم الطريقه اللي عجبتكم تحطوها بها. وغادي نخيطها ونرجع نوريكم المخده كي طلعت. بقاو معايا حتى الاخر. انا رجعت معكم البنات، هذه هي المخده ديالنا ملي كملات، هي هذه. كنتمنى تعجبكم، غير جربوها البنات، راه ساهله ما كتاخذش الوقت بزاف، وتقدروا تصوبوها بيديكم. وشكرا لكم، شكرا للدعم ديالكم، وشكرا للحضور ديالكم معايا. شكرا نقولها لكم عاوتاني للاصدقاء ديالي، للقدام للجداد، للي غيدخلوا معايا جداد. وما تنساونيش البنات في لي لايك وفي التعليق ديالكم الزوينين. وشكرا لكم مره اخرى، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.